بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاء الشمري، أخصائية مكافحة عدوى في الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. هذه المحاضرة نتطرق إلى كيفية تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل الخدمات الغذائية في المنشآت الصحية. كل مريض يحتاج إلى دواء، في المقابل يحتاج إلى توفير خدمة غذائية صحية تمنع حدوث أي عارض يسبب تلوث للغذاء. لذلك تم إصدار دليل يخدم الخدمات الغذائية في المستشفيات لتطبيق معايير مكافحة العدوى. من أبرز هذه الأهداف توفير ممارسة موحدة لإدارة الخدمات الغذائية من أجل الوقاية من الأمراض المنقولة بالغذاء والتسمم الغذائي، لتزويد موظفي الخدمات الغذائية بإرشادات ومعايير مكافحة العدوى والصحة البيئية، توفير إجراءات مراقبة وآلية إبلاغ لضمان خلو متداولي أو الذين يتعاملون مع الأغذية من الأمراض المعدية، وأيضاً من أجل تقليل مخاطر انتقال العدوى إلى المرضى والموظفين والزوار. هنا بعض التعريف الخاصة في هذا القسم. Food Handler هو الشخص المقصود به الذي يتعامل مباشرة مع الأطعمة المعبأة أو الغير معبأة أو تكون مغلفة وغير مغلفة، والمعدات والأواني المستخدمة في الطعام أو الأسطح التي تتلامس مع الطعام والتي من المتوقع أن تكون مستوفية بمتطلبات النظافة الغذائية. Food Safety سلامة الغذاء، تخصص علمي يصف كيفية مناولة الطعام وإعداده وتخزينه بطرق تمنع انتقال الأمراض عن طريق الغذاء. Foodborne Disease الأمراض المنقولة بالغذاء، مرض ناجم عن استهلاك الأطعمة المشروبات الملوثة. Foodborne Disease Outbreak هو يصف لنا حدوث حالتين أو أكثر من مرض مماثل ناتج عن طعام شائع في هذه المستشفى. من الأقسام التي تكون المسؤولية الكبرى الأولى والأخيرة في تطبيق هذه السياسات ومراقبتها هو قسم التغذية وقسم الإنفكشن كنترول، أي مكافحة العدوى. مسؤولية قسم التغذية تنفيذ سياسات وإجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها وتدريب وتوجيه متداولي الطعام أو الذين يتعاملون مع الأطعمة سواء في التغليف أو التحضير أو التجهيز. قسم مكافحة العدوى مراقبة امتثال الموظفين لسياسات وإجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها والإبلاغ عنها بانتظام. كذلك من المهام التعليم والتدريب المستمر لجميع متداولي الأغذية. هناك مبادئ رئيسية للوقاية من التعامل الآمن مع الأغذية. جميع المنشآت الصحية التي تحتوي على خدمات غذائية داخلها أو بالأصح مطابخ داخلية لابد أن تكون مقسمة ومجهزة على حسب التصميم المعتمد من مكافحة العدوى. طبعاً لابد أن تكون مقسمة على حسب أنه يكون فيها التخزين البارد والتخزين الجاف، منطقة الاستلام، منطقة الطبخ، منطقة التحضير سواء كانت لحوم أو معجنات أو سلطات. الآن نتكلم عن Receiving Area. Receiving Area هي منطقة الاستلام، لابد أن تكون المنتجات التي توصل للخدمات الغذائية أن تشترى من مصدر حسن السمعة ويكون من مناطق تفتيشية. حدد المنتجات الغذائية في عبوات مملوءة تجارياً وغير مفتوحة كلما أمكن ذلك. لابد من تخزين الأطعمة القابلة للتلف على الفور في درجة الحرارة المناسبة وتخزينها بشكل مناسب. التخلص من العناصر التالفة، يجب فحص جميع الإمدادات والمخزونات المستلمة للتأكد من جودتها. لابد استبدال الكراتين والحاويات البلاستيكية من الخارج قبل التخزين. Preparation Area منطقة التحضير أو منطقة المطبخ في هذه المنشأة. نلاحظ هنا في الصورة أن الرسم التصميم الكامل لهذه المنشأة، وهناك بعض الألوان توضح لنا أن كل منطقة معزولة عن المنطقة المجاورة.
طبعا هنا عندنا منطقة التخزين البارد مفصولة تماما عن منطقة التخزين الجاف، منطقة البيكري معزولة، منطقة الغسيل معزولة، كذلك منطقة التخزين، وبالإضافة إلى منطقة الطبخ تكون معزولة تماما. هناك بعض المناطق زي ما تلاحظون في اللون الأزرق تحضير السلطات معزولة عن تحضير الأسماك، الأسماك معزولة عن تحضير اللحوم، وتحضير اللحوم معزولة تماما عن تحضير الدواجن. كل منطقة لها درجة حرارة معينة ويتم معاينتها وتدوينها على حسب الشفت أو على حسب الساعات المعتمدة في تطبيقها في السياسة الداخلية للمستشفى. نأتي الآن إلى منطقة التخزين. درجة حرارة الثلاجة، لابد أن تكون هناك معاينة لدرجة حرارة الثلاجة من خلال قياسها أو معاينتها كل 4 ساعات أو 6 ساعات أو 8 ساعات أو كل شفت بناء على تطبيق السياسة الداخلية للمنشأة. لابد أن تكون هناك تدوين يدوي أو تكون إلكترونية عن طريق الإكسل شيت. يتم وضع علامات على حاويات الطعام وتواريخ انتهاء الصلاحية وغسلها. لابد أن تكون محمية من التلوث المتبادل عن طريق فصل الطعام. لا يتم تخزين الأطعمة النيئة فوق الأطعمة المطبوخة أو الجاهزة للأكل. لابد أن تكون هناك مركبات لنقل المواد الغذائية. يجب تخزين المواد الغذائية والمنتجات الأخرى على الأقل 6 بوصات فوق مستوى الأرض، وتكون بعيدة عن الجدران لتسهيل التنظيف وتقليل أماكن إيجاد الآفات تكون لها ملجأ. يجب أن تكون الأرفف على بعد 2 بوصات على الأقل من الجدران الخارجية. First in, first out. يمكننا هنا تطبيق مبدأ ما يأتي أولاً يخزن في المقدمة عن طريق المنتجات وفقاً لتاريخ انتهاء الصلاحية، أي المنتجات التي تحمل تاريخ انتهاء صلاحية أقرب تكون تخزينها في المقدمة حتى يمكننا من السهل الوصول إليها، والتي تكون حديثة يمكن وضعها في الخلف. يجب تخزين الطعام في درجة حرارة مناسبة. الابتداء بالتنظيف. Storage of food items. منطقة تخزين المواد الغذائية. من الممكن تخزين الأطعمة غير القابلة للتلف في مناطق نظيفة وجافة وجيدة التهوئة، وأفحصها بشكل دوري لمعرفة تواريخ انتهاء الصلاحية وأي علامات تلف. تخزين الطعام في مناطق مخصصة. يجب أن تكون الخزانات أو الأرفف الخاصة للتخزين على الأقل 6 بوصات فوق الأرض و 18 بوصة من السقف. لابد من تدوير مخزون الطعام لتجنب استخدام الأطعمة منتهية الصلاحية. من الممكن تخزين المنتجات على حسب الطريقة أو المواصفات المعتمدة. كما تطرقنا في الشرائح الماضية أن لابد من وجود ثرموميتر لقياس درجة حرارة الثلاجات أو الفريزر، وتكون كل 4 ساعات. يوضح لنا الجدول هنا نوع الفود ستوريج، يعني إنه يوضح لنا نوع التخزين الغذاء وكم درجة الحرارة المصرح لها للتخزين. Food refrigeration من 0 degrees Celsius to 5 degrees Celsius. Raw vegetables and fruit up to 10 degrees Celsius. Served food from 0 to 5 degrees Celsius. Dry items between 18 to 25 degrees Celsius. A fresh egg at 5 degrees centigrade for 4 to 5 weeks، يعني تكون من 4 إلى 5 أسابيع مسموح لها في التخزين. تكون عندنا درجة المينتيننس للثلاجة at 5 degrees Celsius or below. Freezer at minus 18 degrees Celsius or below and monitoring every 4 hours. Food warmer preheated. يكون عندنا درجة التخزين 63 degree Celsius. Use separate color coded cutting boards.
كل نوع من الطعام له لوح تقطيع مختلفة، ومن الضروري فصلها بألوان معتمدة. يوضح لنا هنا الرسم والألوان ما هي الألوان المعتمدة لجميع أنواع تحضير الغذاء. يعني أنا لما يكون عندي خضار وتكون عندي مخبوزات ويكون عندي دجاج ولحوم، ما يكون تقطيع على لوح واحد، لا، لابد من فصلها. وهنا توضح لنا ما هي الألوان المعتمدة. إذا كانت عندنا لحوم يكون لونها بالأحمر، إذا كانت دجاج يكون لونها بالأصفر، اللحوم المطبوخة تكون لونها بني، تكون عندنا الأسماك الطازجة لونها أزرق، عندنا الخضروات والفواكه تكون لونها أخضر، المخبوزات والساندويتش تكون لونها أبيض. Display and transportation of food، عرض ونقل المواد الغذائية. نقل الطعام إلى مناطق مختلفة في عربات يتم التحكم في درجة حرارتها. من الضروري الحفاظ على الطعام المعروض في درجة حرارة مناسبة، سواء كان ساخناً أو بارداً. يجب استخدام الأطباق والأواني التي تستخدم لمرة واحدة إذا كان المريض يخضع لاحتياطات العزل. يجب تنظيف عربات نقل الطعام وتعقيمها قبل وبعد توزيع طعام المرضى. Isolation room، يجب أن تكون صينية الطعام الخاصة لغرف العزل قابلة للتخلص منها ووضعها في أكياس بلاستيكية صفراء. إذا كان المريض تحت إجراء أو عزل Airborne Contact أو Droplet، يجب تسليم الطعام للممرض أو الممرضة، ومنه يتم تسليمه للمريض مع الأخذ بالاحتياطات الخاصة بنوع العزل. إذا لم تكن متأكد من حالة عزل المريض، يجب على خادم الطعام التحقق مع الممرضة. يجب تطبيق نظافة اليدين قبل وبعد صواني الطعام اليدوية. Quality and temperature، يجب تثبيت المصاريف الأرضية التي تسمح بالتلوث عن طريق ارتجاع مياه الصرف الصحي، وذلك يرجع إلى التصميم الصحيح لأماكن الصرف. يجب تجنب وضع الأنابيب فوق المناطق المستخدمة لتخزين الطعام أو إعداده أو خدمته. تحتاج الخدمات الغذائية إلى خطط واسعة للاستجابة في أوقات الأزمات لتوفير الغذاء والماء للمرضى والموظفين. Waste management، نتكلم هنا عن كيفية إدارة النفايات داخل الخدمات الغذائية. أولاً، يجب أن تبقى سلة إعادة الاستخدام أو سلة المهملات والحاويات مغطاة في جميع الأوقات. يجب تخزين النفايات في حاويات مانعة للتسرب والآفات بأغطية محكمة. يتم التخلص من مخلفات عندما تصل إلى 3/4 الحاوية. تتم إزالة مرشحات الصرف بعناية بعد كل عملية تنظيف. يجب وضع نفايات الطعام في غرف العزل أن تكون كيس أصفر بلاستيكي أصفر. من الضروري غسل الحاويات وتعقيمها بشكل روتيني في منطقة مزودة بمصرف أرضي متصل بمجاري صحية. يجب أن تبقى جميع الفتحات الخارجية مغلقة في جميع الأوقات. Pest control، زي ما تكلمنا في الشريحة الماضية عن كيفية إدارة النفايات داخل الخدمات الغذائية، من الضروري تطبيق خطة لمكافحة الحشرات والقوارض داخل هذه المنشأة. أولاً، اتباع خطة إدارة متكاملة لمكافحة هذه الآفات واعتماد البديل الأكثر أماناً. الحفاظ على هذه الخطة بالجدول الزمني وفقاً للسياسات والبروتوكول. يعني بعض المنشآت تكون فيها تعاقد مع شركات خارجية، تكون في شركات خارجية تكون خطتها كل 3 شهور لإبادة الحشرات، كل 3 شهور أو كل 6 شهور أو كل سنة أو كل سنتين. هذا يعتمد على الرجوع إلى تصميم المنشأة وكيفية تطبيق هذا الإجراء وفقا للسياسة والبروتوكول تبع المستشفى. من ضمن هذه الخطة لابد من وجود فريق متكامل أو خطة كاملة لانضمام بعض الأفراد فيها. أولاً، موظفو الخدمات يكونوا بالتعاون مع ممارسي مكافحة العدوى
إجراء البرامج التعليمية يجب على موظفي الخدمات الغذائية الامتثال لمعايير مكافحة العدوى وتطبيق اللوائح وفقا لهذه الخطة وخطة الاستجابة السريعة للطوارئ. Infection Control Specification of Food Surfaces. هنا استراتيجية للوقاية من الحد من مخاطر الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء. أولا، لابد من وضع العلامات على جميع المواد الغذائية، عدم الطهي المسبق والاحتفاظ باللحوم. إعادة التسخين تكون بسرعة إلى 74 درجة مئوية أو 165 درجة فهرنهايت في غضون ساعتين. حماية الأغذية من التلوث المحمولة تكون عن طريق الجو. درجات الحرارة العربات، يعني درجات الحرارة العربات في شيء للجهة الباردة والجهة الساخنة، لازم نتأكد أن درجة الحرارة تكون مضبوطة وتكون فيها يعني العربة نفسها مقسومة في قسم ساخن وقسم بارد، ما تكون العربة يعني بس إنه الشمس موجودة فقط من دون يعني جهة باردة وجهة ساخنة. توزيع أغذية المرضى طبعا، والتركيز دائما يكون على الفود او الغذاء المرضى تحت غرف العزل، كيفية زي ما شرحنا كيفية مراقبتها، وانه لازم الشخص المقدم الخدمة يسأل اذا كانت هذه الغرفة تحت عزل او لا، يسأل الممرض الخاص في المريض. أيضا هناك أواني يتم التخلص منها بطريقة آمنة وصحيحة لتوزيع المواد الغذائية. درجة حرارة الثلاجة زي ما شرحنا لكم في البدايات، هناك درجات حرارة لكل حفظ الأغذية والخضروات والفواكه والشيء المعلب والشيء الجاف. يوضح لكم هنا سي أبندكس رقم الصفحة في الجايد لاينز أبندكس سي، دائما الرجوع كل هالمحاضرة هذه الرجوع إلى الجايد لاينز. ميلك فيدز أند كارتونز، عندنا هاند هايجين بيرسونال هايجين براكتس فينجر نيلز أند جولري، هنا نركز دائما على نظافة اليدين وممارسة النظافة الشخصية للأشخاص العاملين في هذه القسم، تجنب تطويل الأظافر، تجنب وضع المجوهرات الحادة، أيضا تجنب وضع المناكير. هنا يوضح لنا اللافتات والملصقات المطلوبة في كل منطقة. لابد أنه نتأكد أن كل منطقة تكون فيه لافتة. أيضا من الجدير بالذكر أن نتكلم عن أنه ممنوع الدخول لغير المصرح لهم، أيضا ممنوع الأكل، ممنوع الشرب، ممنوع التدخين داخل هذه الأماكن. طبعا هنا نتكلم عن الزي الرسمي، توضح لكم هنا في الصورة الزي الرسمي فيها كذا تك صح، تبين لنا الزي الرسمي الخاص للعاملين في هذا القسم الخدمات الغذائية. hair caps، short nails and without nail polish، no jewelry، no smoking and chewing gum، hand washing. يجب على متداول الطعام إكمال الفحص قبل بدء العمل، والذي يتضمن clinical examination، chest x-ray، stool analysis and culture، vaccination. إذا ظهرت نتيجة إيجابية لأي موظف في هذه المنشأة أو ظهور بعض الأعراض مثل الإصفرار بالجسم أو بصرف إصفرار باللون، يكون عنده خمول، يكون عنده تقيؤ أو يكون مجهد، لابد من إيقافه عن العمل ومعالجته لمدة 10 أيام، وحتى تجري لها عينتين consecutive stool analysis إلى ظهورها أن نتائج سلبية وتبلغ إلى جهة عمله. بعد ذلك لابد من وجود برنامج تدريبي يؤهل الموظفين كيفية الممارسة العملية في هذا القسم.
وبهذا تنتهي محاضرتنا التسجيلية فيما يخص تطبيق معايير مكافحة العدوى في الخدمات الغذائية داخل المنشآت الصحية. راجية منكم الرجوع إلى الدليل الإرشادي فيما يخص هذه المعايير. شاكرة لكم حسن الاستماع.